وما زالت تغطيتنا معكم مستمرة من حدوتة الإعلامية من الكويت. طبعا اليوم معنا القائد الحبيب الغالي العزيز دواء وعلاج للقلوب القائد محمد علي الخياري. تحياتي لك أخي العزيز الغالي. هذا الرجل يعني بمثابة القائد والقدوة فعلا. مرحبا بك في منصة حدوتة الإعلامية. نريد أن تحدثنا طبعا رئيس جمعية الكشافة التونسية. نريد منك أن تحدثنا عن ملتقى الشباب التحول الرقمي إبداع ابتكار في دولة الكويت. تفضل قائد محمد. شكرا منصة حدوتة وشكرا لصديقي أخي القائد عبد الحكيم الحازمي على هذه الاستضافة. وحقيقة أهم عنصر يمكن في اللقاء هذا اللي هو 4-in-1 نقوله 4-in-1 5-in-1، لكن أهم نقطة فيه هو هذا الملتقى التحول الرقمي إبداع وابتكار. حقيقة هذه المواضيع اللي تهم الشباب والفئة المستهدفة من الحركة الكشفية بصفة عامة والكشافة العربية. أنا كنت حضرت في بعض الورشات، حقيقة تشعر أن شبابنا العربي لما تعطيه الفرصة يبدع. والآن كنا حاضرين في تقديم المشاريع للشباب، مشاريع التحول الرقمي، فخورين جدا بما يقدمه الشباب. ولكن تبقى ما بعد المشاريع لازم الجمعيات تكون حقيقة تضع اللازم من إمكانيات مادية وبشرية لتحقيق الأهداف هذه وتحقيق المشاريع هذه. وإلا باش نبقى دائما نتحدث ونبقى دائما معروفين بالثقافة والشعر والنثر. هذه الأفكار النيرة اللي شبابنا حقيقة قاعدين يشتغلوا في شغل كويس. وأكيد لازم يكون وراهم الكهول والرواد باش يعطيهم الطريق الصحيح. المعبر للشباب الكشافة التونسية لم يكن حاضر نظرا لظروف العودة المدرسية وتكلفة السفر، لكن احنا مشروع التحول الرقمي في تونس خطى خطوات كبيرة، والعديد من الجمعيات حقيقة عندها مشاريع طيبة ومتطورة. لازم المتابعة بعد ما بعد اللقاء. الأهم هو ما بعد اللقاء. وكانت لي جلسات عديدة مع العديد من الشباب من إقليمنا العربي وحتى من باقي الأقاليم، هم متشوقين ويتوقون إلى تحقيق هذه البرامج. لازم شوية دعم الشباب، ما نقصوا حتى شيء. جمعياتنا الحمد لله لباس، لكن لازم يكون عنا ما بعد الجلسات وما بعد الاحتفالات، يعني تهيئة الكشاف والشباب لهذه البرامج. أكيد. الآن البرامج الكشفية ما هوش ممكن نواصل بالطريقة القديمة، جلسات جافة وأوراق. المشاريع اللي يقدموها الشباب المنصات هذه الرقمية أصبحت ضرورة، لأنه لما تقارن بما يصير في باقي الأقاليم أصبحت البرامج وإلى المنصات جذابة. لازمنا احنا، مش مفروض علينا باش نتبع المسار هذا. في جانب آخر بعد الملتقى كانت فيه اجتماعات أخرى على هامش اللقاء، كما اجتماع رؤساء الجمعيات العربية، كما اجتماعات الرواد، كما اجتماعات اللجنة العربية واجتماعات اللجان الفرعية. كذلك أنا كبصفتي رئيس اللجنة الفرعية للمالية وتنمية الموارد، فيه العديد من المشاريع الطموحة إن شاء الله يقع تحقيقها. احنا اشتغلنا تقريبا منذ سنوات قاع تطوير كبير في المجال المالي، والمشاريع القادمة إن شاء الله تكون ترجع بالفائدة على الجمعيات أكثر من الهياكل الكبرى، لأنه المستفيد الأول والأخير ومن يجب أن نساعده ونسنده ونقف إلى جانبه هو الجمعيات الكشفية. الله يحفظك ويسعدك، وتحياتي وشكرا جزيلا لك على هذا اللقاء القصير الذي استفدنا منه كثيرا منك. وشكرا جزيلا لك من منصة حدوتة الإعلامية. شكرا لكم، وإن شاء الله كل سنة وكل منتسبي الحركة الكشفية في الإقليم العربي بخير. ونتمنى وأن القواعد هي اللي تنطلق. تبادل القواعد أهم شيء. الاجتماعات هامة
لكن الكثافة في الأخير تبقى مجتمع مدني وتبقى حركة اجتماعية. لازم نفسح المجال لشبابنا من كل الدول العربية باش يتقابلوا باش يعملوا أنشطة متبادلة، وهذا أهم شيء بالنسبة لي. بارك الله فيك وعفوا جزيلا، حياك الله.